كذا إذا بتطلعوا الآن هون هذا السيستم جاهز. هلا رح أعمل زوم على مناطق مختلفة تطلعوا عليها بتفصيل أكثر. هلا إحنا ما غطينا كل الأجزاء المختلفة وغطينا الجزء لحد وصلنا الباور إلكترونيكس بنينا سينجل بريدج. هلا إذا بتطلعوا هون على الدبل بريدج اللي أنا بنيته هون هلا هذا رح أزلكم إياه كامل زي ما هو. هلا إذا بتطلع معي هي 3 فيز سبلاي لأنه أنا بدي أشتغل آخذ 3 فيز سبلاي ومفروض هدول يكونوا 0 120 240 مش هيك عملناها هاي شفتوهم؟ تأكد منهم هاي هون موجودين. إذا هذا اللي هو الفولتج سورس بتطلع هون عندي 300 أنا هون حاطط 300 ما بعرف ليش حاطط 300 ومش 310 0 الفيز أنجل هون 50 هرتز وبعدين اللي جنبه راح يكون ناقص 120 ناقص 240 فإذا بروح اللي جنبه من هون كل شيء ناقص 120 عملناها هذا 3 فيز عملنا 3 فيز منهم. هذا بالنسبه لل 3 فيز سبلاي. هلا اخذنا 3 فيز سبلاي راح ندخله على 2 بريدجز عندي هدول انتي باراليل بصيروا البريدجز واحد منهم بصير بوزيتيف واحد نيجاتيف. فعندي هون هي الدرايفنج بريدج وهي البريكنج بريدج. عشان اعمل الفور كوادرنت كنترول لازم يكون في عندي درايفنج بريدج وبريكنج بريدج. لما بدي اعمل فورورد تورك بشغل الدرايفنج بريدج لما بدي اعمل نيجاتيف تورك بدي اعمل البريكنج بريدج حسب وين المحرك موجود في هذا المحرك. اذا بتطلع هذول البريدجز هم متماثلين انا سميت هذا بوزيتيف ونيجاتيف نيجاتيف وبوزيتيف وحطيت النيجاتيف على النيجاتيف والبوزيتيف على البوزيتيف من هون. اذا بنطلع على البريدج هذا البريدج هو زي البريدج اللي شفناه هي نفس البريدج اللي شفناه قبل هيك عندي هون اس سي ارز تايرسترز 6 اس سي ارز وبعدين هون الداخلين عندي هاي الثري فيزز بدخلوا هون هي ار واس وتي نفس اللي عملناه قبل هيك تمام. وانا سميت هذا بوزيتيف وسميت هذاك النيجاتيف. هون راح يطلع عندي بوزيتيف راح يطلع نيجاتيف وهاي البلسز والبلسز بتيجي على شكل 6 يعني خط فيه 6 خطوط بطلع بالدي مالتيبلكسر بقسمه هدول الفايرنج بلسز اللي جايين من هون. هلا البلسز هاي راح تيجي هون على شكل خط لهذا وراح تيجي كمان على شكل خط لهذا. هلا الفايرنج بلسز راح تشتغل حسب الانيبل. في عندي انيبل درايفنج شايفين هذا اللي هون انيبل والانيبل بريكنج. هلا الانيبل درايفنج والانيبل بريكنج راح يجوا عندي من هي الانيبل من هون. فعندي انيبل درايفنج انيبل بريكنج. هلا راح اشوف ايش راح يجوا. فلما اكون بدي اعمل ما في الا كرسي واحمد ما لهوش كرسي هلا عندنا هذا رح يعمل لي الفايرنج بلسز وهذا رح يعطيني الفايرنج بلسز. هذا رح يعطيني الفايرنج بلسز للدرايفنج وهذا رح يعطيني الفايرنج بلسز للبريكنج. لكن لاحظوا في عندي هون انيبل واحد من الدوس رح اشغل بس واحد منهم في اي لحظه من اللحظات. فالمفروض حتى احنا اذا بدنا نعمل بشكل صحيح المفروض اخذ واحد منهم واعمل له انفيرجن حتى تتاكد انه هدول الاثنين دي كومبلمنت ايتش اذر. وهذا رح اخذ هلا رح تشوف الساين تبع الايرور اظن اني باخذ الايرور من الكنترولر وراح اخذ الساين تبعتها والساين راح تحدد لي انه بدي اعمل درايفنج او بدي اعمل بريكنج. راح يطلع عندي 6 فايرنج بلسز للدرايفنج بريدج و6 فايرنج بلسز للبريكنج. كيف عملنا الانيبل من داخل؟ كيف في داخل هذا كيف بعمل؟ هلا بدي ادخل على البلوك نفسه نشوفه. هلا اذا ندخل على البلوك تبع الفايرنج بلسز ولا هو هذا البلوك جاهز اصلا؟ مش هذا البلوك جاهز ولا لا؟ لا مش جاهز اوكي. إذا هون عندي راح يدخل، هلا هذول للسنكرونايزيشن، متذكرين السنكرونايزيشن؟ اللي هي الاي بي بي سي سي اي، هلا المشكلة إنه في 2013 الماتلاب 2013 مزبوط غيروا هذا البلوك، غير هذا البلوك، فالسنكرونايزيشن هون بدك تدخل عليه سوتوث. ما بتدخل عليه الساين ويف نفسه زي ما هي، بتدخل عليه سوتوث ولغوا هذول الثلاثة، صار بس انبوت واحد، وانبوت واحد اسمه أوميجا تي. أوميجا تي. أوميجا تي اللي هي ثيتا. فبده يدخل عليه هون سوتوث زي هيك تدخل عليها بتحول انت الساينوسويد لسوتوث عن طريق فيز لوك ثرو مش هيك؟ بتعطيك الزاويه اللي بده تفاصيل اكثر بده يطلع عليها يحكي معي او بتطلع على الديمو. اذا بتطلع على الديمو اللي في المات لاب بشرح لك كيف بدك مين اللي عنده 2013 معظمكم؟ مين عنده 2009؟ طيب اذا هذا هون في مشكله في شيء بين 2009 و 2013 في 2011 نفس هذا مش هيك؟ اذا هون بده يدخل عندي السنكرونايزيشن بلسز. السنكرونايزيشن تغير في 2013 بطلوا الثلاث خطوط هدول صار عندي سوتوث بس نفس الفكره. السوتوث معناها
انه انا السينوسويدال سيجنال اللي موجوده هاي بدي احول السينوسويدال سيجنال اللي بتمثل 0 ل 2 باي بدنا نحولها لصوت سيجنال اللي هي ثيتا. هاي صارت ثيتا او اوميجا تي، مش هون عم تزيد ثيتا، فهي بتزيد معنى ثيتا، بتدخل صوت على الانبوت تبع السينكرونايزيشن، بتعمل سينكرونايزيشن مع هذه الصوت. بس تذكروا هاي النقطه، الانيبلينج بتضلها نفسها، هي البلوك، البلوك هو اللي استخدمه الانيبلينج، شايف انا ماخذه نفسه ودخله على البلوك هذا. فالانيبلينج لازم الانيبلينج يكون واحد ترو واحد فولس، ما بصيرش الاثنين يكون، ولا بعمل درايفنج وبريكنج بنفس الوقت. واذا عملت درايفنج وبريكنج بنفس الوقت ايش راح يصير في التو بريدجز؟ شورت سيركت. الاثنين راح يشتغلوا، راح يعمل شورت سيركت. لازم الانيبلينج يكون عندي واحد منهم شغال والثاني طافي، ما بصير الاثنين يشتغلوا بنفس الوقت. عندي هون الفايرنج عندي زي الفايرنج اللي بتدخل معنا هناك، وهي راح تيجي من الكنترولر. الفارق هاي بتعطيني قديش الزاويه، وانا عامل اظن عامل باخذ عامل دي لينيرايزيشن او لينيرايزيشن عملنا على البلوك اذا بتتذكروا كيف عملنا. هذا ار ايش حولته لايش؟ لار ماينس اس. هذا اس حولته لاس ماينس تي، وهذا تي حولته لاس ماينس ار ودخلناه، صار هذا ار ماينس اس، اس ماينس تي، تي ماينس ار. ما راح تتعلمها لو ضلك، لو اضل اشرحها 10 ساعات ما راح تفهمها مضبوط. امتى راح تفهمها مضبوط؟ لما تروح تعملها بنفسك، مش هيك؟ فانا قد ما احكي وانمق في الكلام واحكي واشرح واعيد ما راح يزبط. امتى راح يزبط؟ امتى راح يزبط؟ لما تروح تحملوه. طب ما بقدرش اعملها يعني اكثر من يمسكك واحطك قدام الكمبيوتر ما بقدر. مضبوط بدك تعمل هيك، والا راح تضلها بلانك ايش؟ بلانك فيسز. اوكي، السينكرونايز 6 بوت جنريتر بلوك اخذناه احنا من الماده. هلا انا ما بعرف اذا بقدر انا اسمي هذا بلوك جديد. هل بقدر اسمي هذا بلوك جديد اعمله لايبرري كاستم لايبرري؟ في حد حكى لي مره انه بقدر اعمل كاستم لايبرري. مظبوط، في كاستم لايبرري بعرف ايش، بس كيف انا في اه انا ما عمري عملتها ما بعرف اعملها. اذا حد بيعرف يعملها زي كذا مثلا يصير يقدر يعمل بلوكس جديده وتستفيد من هاي البلوكس. كاستم لايبرري يعني بصير انت عندك لايبرري جديده بتسميها مثلا لايبرري تبعت ميكاترونكس انجينيرنج مثلا، وبصير عندنا بلوكس جديده احنا نستعملها، بتصير تجيب هذا البلوك تعمله مباشره. اذا هذا البلوك وهذا البلوك متماثلين، متماثلين تماما، فيش فرق بينهم. الفرق الوحيد انه الانيبل اللي راح يطلع معي راح يطلع انيبل من هون راح يشتغلوا هذول ال 6 بلسز. لما يكون هذا ديسيبل راح يطفوا ال 6 بلسز، راح يشتغلوا ال 6 بلسز اللي هون. هذا وهذول، هذول الاثنين يعني هذا الانيبل هذا هو عباره عن الانفرس تبع الانيبل هذا اللي داخل انترلوكينج. تمام، انترلوكينج ما بيصيرش يشتغل معي الوجه هذاك الوجه هذا من هون. هلا احنا حاطين، انا هاي حطيتها اجتهادا مني، حطيت سيريز تشوك عشان اخفف من اذا في ريبل. لانه هذا اللي بيطلع في ريبل، شو شكل الويف فورم اللي بيطلع هون؟ من ال 6 بلس ريكتيفاير راح تكون فيها 6 بلسز كل سايد، كل 360 درجه. مضبوط، 1 2 3 4 5 6، فكل 360 درجه من 50 هرتز الجاي هناك راح يكون فيها 6 بلسز. هذا ريبل بيمثل، مضبوط. واذا غيرت الفايرنج انجل شكلها كمان راح يختلف، راح يصير هيك ماشي. متذكرين لما غيرنا من هاي اشتقينا المعادله تبعتها كيف تطلع الشكل؟ فهذا السيريس جوك بيساعد ايش يعمل؟ قديش الامبيدنس تبعته راح تكون؟ اوميجا ال. اوميجا ال، مضبوط؟ بس اوميجا هون ايش هي؟ 300. ليش 300؟ لانها 6 بلسز، لانها 6 بلسز راح تكون 300 هرتز. هذا 6 بلسز من هون، فالفندمنتال على الاقل اول هارموني راح تكون الفريكونسي له 300 في 2 باي في ال، مضبوط؟ والثيرد هارمونيك راح تكون 3 في 300 في 2 باي في ال، والخامس هارمونيك راح تكون 5، مضبوط؟ ماشي؟ مش هاي تحتوي هارمونيكس، هل هاي ساينسويدال الويف فور؟ فهذا ممتاز الجوك، السيريس جوك، بيكون طبعا قيمته صغيره، ما بعرفش احنا ليش حاطينه، حاطينه هنري قليل، يعني مثلا 1 هنري او 10 هنري او شيء زي هيك، شوف قديش حاطه انا هون. حاطينه ال، حاطينه 100 ملي هنري، 100 ملي هنري العالي تعتبر عالي. طيب ماشي اوكي، ماشي يا سيف مع ايضا؟ نعم. واضح؟ اذا عندي هذا السيريز تشوك، وهي هدول طبعا هدول الانبوتس والاوتبوتس تبعون البلوك، بيطلع معي بوزيتيف ونيجاتيف. هلا انا سميتهم بوزيتيف ونيجاتيف اللي بده يروحوا على المحرك، بس لاحظوا انه البوزيتيف تبع النيجاتيف بريدج شبكته مع النيجاتيف تبع البوزيتيف بريدج، يعني شبكتهم بالعكس. مش احنا حكينا انتي بارلل بدهم يكونوا؟ عشان لما هذا يطلع لي بوزيتيف يكون يروح نيجاتيف على المحرك وهكذا. اذا هذول صار عندي جاهزين هذول الاثنين، هذول كمان متماثلين تماما. حتى يمكن في شويه ريدندنسي ما بعرف.
بس هذول متماثلين تماما ونفس الشيء. انا بعمل هون الفايرنج انجل، لاحظوا نفسها عم تدخل هون وهون. الفايرنج انجل من وين بجيبها؟ كيف بستخرج الفايرنج انجل؟ من كوسايكن فيرست والاخرين. اللي هي من وين جاي؟ الكنترولر. ايش من الكنترولر؟ رح تكون الاوتبوت سيجنال تبعت الكنترولر. يعني كل ما الكنترولر تقول لي بدي اعمل درايفنج اكثر، بغض النظر عن الاشاره تبعتها. يا شباب عيب، قاعدين تضحكوا ورا انتم الاثنين عيب. ونبهتك اكثر مره قلت لكم اقفوا بالحب، انت واللي جنبك سيف معي تقول لي جنبك. عيب عيب تكون قاعدين تضحكوا، حتى لو تضحك على شيء لهش علاقه بالمحاضره، انا بتضايق اذا سمحت. اذا هذول الاثنين الفايرنج بولسز الاثنين هون عندي ار واس وتي، وعندي ار واس وتي. هذول دخلوهم الباور اللي بدها تصير اللي بدها تروح على المحرك، مضبوط؟ من هون راح يجي عندي. واذا انت مهتم بالهارمونكس، وين بتحطه بتقيس الهارمونكس؟ ليش هون؟ شو تاثيره على السبلاي؟ تمام، ليش هون بقيس الهارمونكس؟ ليش انا بهمني اقيس الهارمونكس هون؟ هذا من وين جاي؟ سبلاي من شركه الكهرباء. تمام، وشركه الكهرباء هي راح تسبب مشكله هون. فاذا انت بدك تطلع الهارمونكس عم تسحبها من شركه الكهرباء، وين بتحط الهارمونكس ميجرمنتس تبعتك؟ اوكي؟ وراح نطلع بعدين اذا جو جزء من مشروعكم بدك تعمل البروجكت، بدك تطلع على الهارمونكس اللي انت عم تسحبها، بدك تقيسها هون، بدك تطلع بدك تحلل الكرنت اللي بتسحبها، بدك تسحب كرنت من هون. الكرنت اللي بتسحب من هون بدك تحلله، بدك تحلله بدك تطلع الهارمونكس المهم اللي فيه، ماشي؟ اذا هون بدي احط هدول. هلا انا في هون شغله حطيتها يمكن ما كانتش مناسبه، كان يمكن احسن اني هدول اطلعهم برا. احطهم برا البلوك، لان هيك هيدن هلا مش مبينين. بس طبعا عدد الوصلات والهاي راح تزيد وراح يقلل حسب ايش انا اللي بدي اعمله. راح يدخل عندي هلا هون درايف بريك سيجنال، هاي راح تكون بس بوزيتيف ونيجاتيف او ساين، يعني ساين يعني يا بلس يا ماينس يا زيرو يا 1، بعرفش اذا نطلع عليها. هاي بس بتقول لي انه بدي اعمل الان درايفنج او بريكنج، وهاي هي الفايرنج انجل اللي بدي اعملها. يعني انا فصلت الماجنتيود تبع الدرايفنج عن الاشاره تبعته، فالاشاره شو راح تعمل؟ راح تشغل هذا البلوك او هذا البلوك، مزبوط؟ والماجنتيود راح يحدد قديش شده القوه الدرايفنج او البريكنج. فانا هذول عزلناهم الاثنين عن بعض، طلعت الزاويه وطلعت الاشاره، فصلت. هلا رح نشوف كيف فصلناها. اخذنا الساين فانكشن اللي موجوده بالسيميليشن. دكتور الدرايف والبريك المفروض باليوزر يدخلها، لو قلت لك انا بدي اعمل درايف بدي اعمل بريك، صح؟ هو رح تصير من الكنترولر، هلا بتشوفها بالكنترولر رح تصير. ما هو اليوزر شو بدخل؟ سؤال كويس، شو بدخل اليوزر؟ المهتم اليوزر انك تمشي على البروفايل بس. او البروفايل انت برمجته قبل شوي في البي ال سي، مضبوط؟ بس بناء على طلب اليوزر، ايش اليوزر اللي بده اياه؟ هلا اليوزر بعد هيك ما بيعرف، هلا انت مهمتك تشوف انه الوضع، هل الوضع سيء؟ يعني هل السرعه تبعتي الفعليه اعلى ولا اقل من السرعه المطلوبه؟ حسب هي اقل او اعلى ايش بدي اعمل؟ كنترول. بدي اعمل درايفنج او بريك، اوكي؟ فانا بالمقارنه بين التو سيجنالز بقرر ايش المشكله اللي عندي. اذا واضح هلا احنا كنا نتطلع على هذا السيستم، هي الدرايف سيستم هون عندي، هاي دي سي دي سي موتور اللي هو اشتغلنا احنا بالتفصيل قبل هيك، عباره بس عن الدي سي موتور، وحطينا كونستنت فيلد. قليل جدا هلا لنغير الفيلد الايام هاي في الدي سي موتور، اذا استخدمنا دي سي موتور. استخدامات الدي سي موتور قلت، بس حتى في استخدامات الدي سي موتور معظمه يا بيكون بيرمننت ماجنت يا بيكون الفيلد كونستنت، بثبت الفيلد، بغير الارمشر، قليل جدا تغيير الفيلد. طبعا هذا الفيلد خطر، اذا هون فصلت هذا اللي هون راح تزيد سرعة المحرك وراح يروح التورك منه. هاي الدائرة مهمة ان اتاكد انه دائما في فيلد. إذا ما في فيلد بنزل عندي التورك ممكن تزيد سرعة المحرك بشكل كبير. إذا مش عارفين ليش بدك تطلع ارجع لكتاب ماشينز لتشابمان أو شيء وتطلع، ليش خطر إني أشيل الفيلد عن هذا البي سي؟ سرعته بتزيد تطلع السرعة بتزيد بسرعة. أوكي؟ ماشي، إذا مش متأكدين روح اطلع أكد لنفسك ليش الفيلد خطر إني أشيل الفيلد عن دي سي موتور. وبعدين هون كل اللي عملناه دخلنا احنا روتيشنال اكشوال روتيشنال سبيد، هذا بصير شو كون تي ال، مش هيك انا كني مغيره؟ عم تاكد انه بعدين اللي تدخل عندي هي روتيشنال سبيد، واللي بطلع هناك التورك. لاحظ ان انا ماخذ التورك من هناك، وين بودي التورك؟ عمين؟ على اللود، تمام، على روتيشنال لود، بودي التورك اي ابلاي ات تو ذا روتيشنال لود. شو بيرجع معي بعدين؟ روتيشن جامع السبيد بعد ما تمر على الانيرشا والمتذكرين اللود. هذا في عندي غلط هون انا بغيره وناسي ارجعه، لازم يكون هذا هون اوميجا، هيو سبيد. اوكي مظبوط بعرف ايش كان بين تي. اوكي هذا البلوك اذا سهل ما فيش فيه شيء، بلوك ستريت فورورد، بس اخذنا الدي سي موتور حطينا على فيلد، وهدول البوزيتيف والنيجتيف راح يجوا من البريدج بعد التشوك بعد الاندكتر. اذا هي صار عندي هذول. هلا هون انا حطيت شغله ما كنا اطلعنا عليها قبل هيك، لاحظوا انا كل شيء عم بعمل على الهاي سبيد شافت، بس لما بحول لللو سبيد شافت ايش لازم اعمل؟ لازم اغير التورك. فهون التورك ايش راح يصير فيه بالتورك؟ لما بروح من الهاي سبيد شافت لللو سبيد شافت شو بصير التورك؟ بيرتفع. طب السبيد لما ترجع من اللو سبيد شافت للهاي سبيد شافت ايش بصير فيها؟ بتزيد.
لأن مرة عم بحكي عم بمشي من هاي سبيد شافت لو سبيد شافت من لو سبيد شافت لهاي سبيد شافت أول ما بديت هاي الطالب سألني قال لي بضرب هناك في 39 هون بضرب 39 الحالتين لأنه هذه عمالي إيش بضرب إيش اللي بغيره هون إيش بغيره في سبيد أوكي وعم بمشي بعكس الاتجاه فبالحالتين بضرب ب 39 يعني هاي عندك هون هاي هاي سبيد شافت وهاي لو سبيد شافت إحنا ليش استخدمنا الجير بوكس عشان إيش عمل بالتور عشان أرفع مظبوط والسبيد ايش عشان اعمل فيها بهذا الاتجاه انزلها اذا السبيد عمالها تنقسم على 39 والتورك عماله بنضرب في 39 هاي تورك وهي سبيد هاي تورك وهي سبيد مظبوط اذا التورك بضرب 39 والسبيد بهذا الاتجاه بقسمها على 39 طب العكس لما باجي بالتورك من هون ايش راح اعمل فيه التورك من هون راح اقسم على 39 والسبيد ايش راح اعمل فيها راح اضربها 39 الضرب هذا 39 للسبيد وينه هي والضرب هون ب 39 للتورك وينه؟ لانه هاي المنطقه كلها هي هاي سبيد شافت. وهاي المنطقه كلها هون هي لو سبيد شافت. اوكي؟ الكل فاهم هاي النقطة؟ احنا عملنا مابينج الهاي سبيد شافت صار هون لانه هذا المحرك مش المحرك ما فيش جيرنج حوالين المنطقة هذه. عندي هون هاي الكنترولر هاي عندي الدرايف سيستم البريدج هاي الدي سي موتور هلا من هون بدي انتقل من هاي سبيد شافت اللي هو المحرك للو سبيد شافت عشان اروح على اللود ايش بدي اعمل بالتورك؟ بضرب 39 بدي ارجع الان من اللود من هناك وارجع على الـ من الهاي سبيد شافت من اللو سبيد شافت للهاي سبيد شافت هون السبيد بضربها ب 39 هلا عندي هون في اكشوال سبيد وفي ديزاير سبيد خلينا نطلع عليهم دول بالتفصيل الديزايرد من الكينيماتيك جنريتر نعم الديزايرد بتكون من الكينيماتيك جنريتر الديزايرد من الكينيماتيك والاكتوال بيجيني من المحرك هلا انا هون سهل طبعا المحرك كيف بجيب سبيد من المحرك في السيمولينك سهل طالع عندي بس في الواقع كيف بدك تجيب يعني نرجع هون احنا مره ثانيه على الروتيشنال هاي اذا بتطلع على هذا السيستم هذا انتم شايفينه قبل هيك اللي هو اللود هون حولنا هاي عندي اللود تورك ضربته في جي عشان احوله ل لتورك كان عندي هون تورك حولته لنيوتن وبعدين طلعنا هون لينير سبيد لينير ديسبيسمنت وروتيشنال سبيد الروتيشنال سبيد هاي تطلع بتجيني من بتجيني من هون بوديها على المحرك لو بدي اقيسها فعليا في الواقع كيف بدي اقيس الروتيشنال سبيد في الواقع؟ شافت انكودر الكل بيعرف شو الشافت انكودر؟ في حد ما عمره سمع بشافت انكودر؟ يرفع ايده ما فيش مشكله كل سامع شافت انكودر مستحيين مني انتم مجموعه كبيره مستحيين مني صح؟ ماشيين مين بيعرف شو الشافت انكودر طيب يرفع ايده هاي اللي بتبين هذا اللي ما رفع ايده ايش؟ ما تستحوش من انا ما عندي مشكله ما بدها تسالني ما في عندي مشكله بس اذا انتم ما بتوقفوا لي بتقولوا لي احنا مش فاهمين راح اضل نكمل راح احكي عن الشافت انكودر ذكرنا عبد الله عشان نحكي عن الشافت انكودر ايش هم الشافت انكودر اذا انا هون باخذ سبيد وبعملها فيدباك لازم اعمل فيدباك للسبيد لازم اخذ سبيد واعملها فيدباك عشان هلا في سيستمز بتسمح لي في درايف سيستم بتسمح لي استخدم سنسرلس ما بحتاج اخذ سبيد بس احنا هون مفترض اني رجعت عندي سبيد عشان اقارن السبيد بالسبيد فصارت عندي هلا هون هذا الكينيماتيك جنريتر الكينيماتيك جنريتر ايش راح يعمل جنريشن؟ الكينيماتكس للفيلوستيك بروفايل المطلوب اذا احنا اخذنا هلا من هون اخذنا السبيد هي اللينير سبيد وهي روتيشنال سبيد اخذناهم من هون رجعناهم وهاي الروتيشنال سبيد دخلنا هلا هاي هي الاكشوال مزبوط خلينا اكبرها من هون هاي هاي هون عندي لينير ديسبيسمنت فيلوسيتي هذول جايين عندي هذا راجع من هون هاي الروتيشنال سبيد راجع من هون والروتيشنال سبيد اللي هي الاكشوال هلا لاحظوا الروتيشنال سبيد هي على اللو سبيد شافت حتى احولها على الهاي سبيد شافت ايش بدي اعمل فيها؟ ضربتها في الجير بوكس ريشيو اللي هي 39 فاعطتني هون الاكشوال سبيد وحولتها هون ان راديانس صارت عندي ان راديانس بير سكند ودخلتها على البي اي كنترول ايش لازم ادخل كمان على الكنترولر؟ الديزاير هذا الديزاير الديزاير وين بيجي؟ كينماتيك سبيد فقط كينماتيك كنترول فنطلع على البي اي كنترول انتوا هلا من اللي متذكرينه من الكنترول ايش لازم يكون عندي بالكينماتيك بالبي اي كنترول جين وفي عندنا جين وعندنا انتجريشن مظبوط وين كنتوا تحطوا الكي بي لما درستوا الكنترول؟ كنتوا
كنتوا تحطوها جوا مع الكيتر تحطوا واحدة تانية لتي ولا كنتوا تحطوا تي اي؟ كي اي كي بي تحطوا تنين منفصلات تحطوا كي بي وكي اي. هلا اذا بتروحوا انا بفضل هذا الشكل بس هذا مش هو الشكل الوحيد ممكن تحط الشكل اللي انت بدك اياه. اذا بتطلعوا لما تدرسوا الكنترول اوقاتها بفضل انه يطلع كي بي لبرا عشان لما يعمل روت لوكس يطلع عنده الكي نفسها. هون عندي كي لما ببدا بغير كي البولز بتضل الاوبن لوب بولز بتبدا بمكان وبتبدا تتحرك مين اللي بحركها؟ كي بي. حتى مرات ما بسموهاش كي بي بسموه كي. هاي الكي عم تضرب في التنين وين الاي تيرم هون؟ اي واحد من هدول هو الاي؟ مضروب لا تي اي. وين الاي هون في هدول؟ مضروب في خط هون في خط هون. مين في هدول الاي ومين البي؟ خط الاي. اي واحد الاي هذا هذا الاي. ليش انا بعرف انه الاي؟ مضبوط. طب وين التي اي تبعتهم؟ 11 نجمعهم بطلع. احنا بنفضل نحط التي اي اللي بده يشتري يتبع هاي الطريقه اللي انا بسميها طريقه اوجاتا. بعرف انه مش فعلا طريقه اوجاتا ولا لا. كتب اوجاتا او طريقه اوجاتا بتبع هذا الاسلوب. بقول انا دائما بستعمل واحد على تي اي. فهون هيها تي اي. انا حطيتها خصوصي واحد على 10 ما حطيتها 10. حطيتها واحد على 10 عشان تعرف انه تي اي هي 10 سكند. فهي وين رح تنضرب؟ في اس. فصار عندي هذا واحد على تي اي اس. مضبوط. هذا هو الاي تيرم. طيب والكي والبيتا او البروبورشنال هي المره ليش ضربته في واحد؟ هيك الشكل تبع اوجاتا عشان يتخلص. ممكن ياخذ عامل مشترك. تمام. طلع عامل مشترك هذا طلع برا معنا. فلما بغير هذا الكي بي عماله بياثر على هذا وعماله بياثر على هذا. بس لاحظ البول او ايش بضيف انا لما بضيف بي اي كنترولر شو بدخل معي؟ بول. بدخل معي بس بول ولا بدخل انتجريتور وزيرو؟ بي اي. انا هلا لازم نرسم هلا نرسم الاس ونشوف. المهم اللي بدخل معي الاوبن لوب بولز وزيروز كيف بيتحركوا الان؟ مع مين بيتحركوا؟ فاذا بدك تعمل كل الاناليسيس تبع الكنترول وتطلع على السيستم والاوفر شوت وكل الاشياء هاي عندك هذا رح يضيف البولز وزيروز رح تيجي من الكنترول رح تنضاف لمين؟ للبلانت. مش هيك؟ والبلانت ايش كان فيها؟ فيها روتيشنال شافت وفيها انرشيا مضبوط وفيها وبتقدر تطلع الترانسفير فانكشن تبعت السيستم كله ككل تطلعها. متذكرين الميكانيكال لود هو رح يكون الدوميننت. الماتور راح يعطيني بس الدي سي موتور راح يعطيني بعطيني بول او تو بولز بس اللي راح يعطيني الدوميننت بولز من وين راح يجوا؟ من الميكانيكس. اذا بدك تطلع عليه من ناحيه كنترول هلا طلع هون البي اي كنترولر راح يعطيني بولز او زيروز بس الشيء الرئيسي اللي راح يضيف البولز والزيروز واللي راح يكونوا دوميننت هو اللود. هاي اللود من هون اذا حللت هذا اللود راح يطلع فيه له على الاقل راح يطلع له بول مزبوط والبول هذا بيعتمد على اي وبي. وين بي عندنا هون؟ هي الفيسكس فريكشن. شو يعني الفيسكس فريكشن؟ اذا عايش بتعتمد الفيلوسيتي. اذا باخذ الفيلوسيتي هاي الفيلوسيتي هاي الفيلوسيتي تبعت السيستم الانتجريتر الفيلوسيتي ضربتها في ايش؟ هاي بي هذا روتيشنال طبعا يكون نيوتن متر بير راديان بير سكند نيوتن متر بير راديان بير سكند وهذا طبعا الفريكشن دائما بتقاومني فايش اشارتها؟ فراحتها من الهاي وعندي هذا اللود اللي عم يسحبني لتحت هذا مصعد فانا بفترض دائما بدي ارفع اللود فاللود عم بيسحبني لتحت والفريكشن كمان بقاومني فالفريكشن بقاومني الفيسكس فريكشن واللود بيسحبني لتحت من هون عمالي انا اخذت اسوء حاله اللي انا بدي ارفعه واللود موجود فاللود هون موجود هيدو في عندي هون 30 نيوتن متر وبعدين حطيت هون راديوس للشيب ليش حطيت الراديوس تبع الشيب عشان احول من ايش لايش انا ضربت هون الراديوس تبع الشيب دكتور 80 هي الكتله 80 كتله مضروبه في الاكسلريشن مضروبه عشان اعطيها هذا مش تورك اذا هذا كيلوغرام بالضبط 80 في مضبوط صحيح كلامك احسن كويس هذا 80 كيلوغرام ضربتها في هاي تعطيني نيوتن وبعدين هذا تعطيني نيوتن متر خلينا نظبطها هاي لانه هذه مش تورك هذه باسنجر ماس طب بتوين ماينس 80 تو 80 ليش بتكون مثل ماينس؟ لانه بصير يطلع وينزل باسنجر ماس اذا هذا هو ممكن يكون مرات طالع مرات نازل احنا ماخذين هون اللي نازل هاي فانا ماخذها بلس 80 لانها هون ماينس مطروحه لانها بتقاوم وبعدين في عندي انبوت تورك من وين هذا جاي انبوت تورك من وين؟ من الموتور من المحرك هذا اللي جاي من المحرك عم نطرح منه الويت واللوسز تبع الانتقال عم نطرح منه الفيسكس اوكي
اللي بضل عندي شو بعمل؟ شو بعمل؟ بعطيني هذا التورك اللي ضل حسب نيوتن، هذا النت تورك مش هيك؟ شو راح يعمل هذا اللي ضل من التورك؟ ظروف الانرشيا راح اقسمه على الانرشيا عشان يعطيني ايش هاي الرمز تبعها؟ الفا. بعمل له انتجريشن بعطيني اوميجا. اذا حبيت تعمل له كمان انتجريشن بامكانك بعطيك سبيس. انا عامله ديسبيس خلاص. احنا بنعمل كنترول اوميجا يعني مش هلا. احد الاشياء تتذكر حكينا، بعرف حكينا انه اعمل كمان لوب ثانيه عشان التور بس هو مش معمول، هذا معمول هون على السبيد، عم بعمل سبيد كنترول، برجع السبيد وبعمل عليها كنترول. اذا صار عندي هذا، اذا هذا هو الميكانيكال بلوك. هلا هذا اي على بي هو بعطيني الفيرست اوردر البول اللي بيجيني من اللود، في بول رئيسي راح يجيني من اللود. وبتقدر تحسبه، بدك تاخذ الانرشيا اللي هي 20 كيلوغرام متر كيلوغرام متر سكوير وبقسمها على دي، بتعطيني اللي هي المفروض يطلع الوحده تبعتها سكند اصلا بتطلع معنا، هاي اللي هي البول او التايم كونستانت تبع هذا السيستم. دكتور البي اي كنترولر المفروض يعطينا واحد بول واحد زيرو مش هيك؟ بس واحد المقابل واحد اس. خلينا نكتبها، انا ناسيها الصحيح، خلينا نكتبها. هلا لما بعمل بي اي كنترولر عم باخذ واحد على تي اي اس مضبوط زائد واحد وبضربهم كلهم في كي او كي بي. اه واحد المقامات فبصير عندي تحت تي اي اس مضبوط، وفوق شو بصير عندي؟ تي اي بلس. بصير عندي تي اي اس بلس 1 كلهم هذول مضروبين في كي بي. ايش اذا ضفت انا هون؟ زيرو. البول هذا وين؟ الزيرو. الزيرو في الاوريجن مش هيك اللي هو انتجريتر، وهذا عندي ماينس 1 انا عمال بعطيني زيرو هون وعم بعطيني بول. اوكي مضبوط؟ نكتبهم كلهم. هذا اكتفي بس بالهاي عشان نبداها من جديد، نبدا واحد جديد. اوكي اذا